السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خرج علينا أحد الإعلاميين بأن إحنا الأفضل إن إحنا نلغي التاريخ والجغرافيا والفلسفة ونهتم بالذكاء الاصطناعي ونركز عليه، أو نهتم بالتكنولوجيات الحديثة وإن العلوم دي عفى عليها الظهر. طيب هو المشكلة إن هو مش فاهم إيه فايدة التاريخ والجغرافيا والفلسفة. تخيل في التاريخ إن شخص بيفقد الذاكرة كل شوية، فهيحصل إيه؟ يعني في فيلم كده كان اسمه فاصل ونعود، فالشخص كل شوية بينسى فما بيستفادش من التجارب بتاعته، يرتكب نفس الأخطاء. فهو مش إن إحنا نلغي التاريخ، لأ إحنا المفروض نزود التاريخ ولكن نغير طريقة التدريس ونخليها قائمة على قصص مشوقة ممكن تتعمل بالذكاء الاصطناعي، ممكن تتعمل بأساليب حديثة، ممكن نمثلها، ممكن نعمل بيها حاجات كتيرة جدا بحيث إن هم يقدروا يفهموا تاريخهم. كل الدول المتقدمة اللي انت عايز تلحق بهم بيركزوا على التاريخ، بيدرسوا للطلبة بتاعتهم تاريخ بلادهم. يعني أمريكا بتدرس بشكل قوي تاريخ بلادهم، ما ينفعش واحد يقولك أنا هتعلم برمجة وهو ما عارفش تاريخ بلاده. موجودة في قلب المنهج الدراسي إن هو لازم يبقى فاهم التاريخ بتاعه. اللي مش عارف جغرافيا دوت لو فوجئ إن في دولة تانية احتلت جزيرتين أو احتلت الجزء دوت هيبقى عارف منين؟ فالجغرافيا دعوة لاستكشاف الكوكب بتاعنا، وإن احنا نستخدم التكنولوجيات الحديثة زي الـ Augmented Reality والـ Virtual Reality في إن احنا نشوف الخريطات بتاعتنا ونشوف نظم المعلومات الجغرافية، هتبقى حاجة ممتعة. وإزاي التغيرات اللي بتحصل، التغيرات المناخية والبيئية بتأثر على الحياة بتاعتنا يوميا، وإزاي إن الإنسان بيتفاعل مع البيئة. نروح بقى للفلسفة. هو فاهم إن اللي بيتخرج من الفلسفة بيبقى يطلع فيلسوف. طيب الفلسفة دي أداة حيوية عشان نطور التفكير النقدي والإبداعي. أصلا الفلسفة والمنطق، ومنهم نتج المنطق الرياضي، دي أساسات وأسس تطور الذكاء الاصطناعي. تخيل لو احنا بعد الشر يعني سمعنا كلامه، هيبقى عندنا ايه؟ هيبقى عندنا ناس مش فاهمة لا بلدهم، ولا فاهمين أبعاد أعمق للحياة، ولا فاهمين أي حاجة خالص، هيفكروا ازاي دول؟ فاحنا محتاجين ان احنا نطور، مش ان احنا نوقف، نستفاد من التفاعل، التعلم التفاعلي، من الربط بالحاضر، من تنمية المهارات الشخصية، التفكير النقدي، التحليل العميق من خلال الفلسفة، يبقى عندهم مشاريع تطبيقية، يتعلم ازاي ان هو يفكر بشكل كويس، يتواصل بشكل كويس، يفهم النص بشكل افضل، ازاي ان هم يقدروا يوصلوا افكار معقدة في الكتابة، وان هو يقدر يتحدث مع الناس، جماهير مختلفة اكاديمية وغير اكاديمية، عندهم فهم اعمق للثقافة والتاريخ، الثقافة الانسانية والتاريخ، وعندهم قدرة على فهم وتقدير تنوع التعبير البشري. يعني خلينا نمسك مثلا نموذج مثلا من مهنة، مثلا دكتور أو مهندس. فالمهندس قبل ما يصمم البيت لازم يبقى عارف تاريخ المكان دوت، عارف الجغرافية بتاعت المكان، يحترم الجيران، المباني اللي موجودة قبليه. يعني مثلا مسجد الرفاعي لما جيت بنا احترم المكان اللي موجود وصمم حاجة زي مسجد السلطان حسن، بحيث ان انت لما تشوف المبنيين تفتكر ان هما الاتنين اتبنوا مع بعض في نفس الحاجة. فانت لازم تبقى فاهم التاريخ والجغرافيا. الفلسفة من ضمن الحاجات اللي ممكن تفهمها ان انت تفهم الحاجة دي اتعملت ليه، المنطقية منها. يعني لما ادخل مثلا مسجد السلطان حسن، ليه في مثلا الممر بالشكل دوت، ليه عمل الايوان بالشكل دوت، ليه قسمهم 4 حاجات. في تفاصيل كتيرة جدا في المسجد بتشغل فلسفة، بحيث لما يجي تقول لك اعمل مبنى على الطراز الإسلامي ما تروحش واخد الشكل وتروح حاطه. لما اقول لك مثلا عايز حاجة على الطراز المصري القديم، ما تروحش رسم لي شوية رسومات انت مش فاهمها وتقول لي هو ده. لا، احنا عايزين فلسفة وفهم اعمق للحياة. الفلسفة معناها حب الحكمة. فانت لما بتعلم الطالب الفلسفة بتعلمه المنطق، كل الحاجات دي بتفيده، حتى لو اشتغل دكتور، حتى لو اشتغل مهندس، حتى لو اشتغل ايه. المواد جميلة جدا وفيها علوم كويسة، مفيش حد عاقل ممكن يقول ان هو يلغيها،
لكن نحاول احنا نعملها باسلوب افضل وبشكل احدث، ونفس القواعد ما بتتغيرش، لكن طريقة الطرح نفسها بتتغير، الامثلة ممكن تتغير وهكذا، بحيث ان احنا نوصل الفكرة للطالب ويستوعبها بشكل افضل. وخلينا نختم مثلا بان حد ممكن يقول لي اللغويات دي مش مهمة، احنا عايزين نلغي اللغويات مثلا وعلوم اللغة والحاجات دي، احنا عايزين يعني نتواصل بشكل افضل واللغويات دي. شات جي بي تي اصلا الذكاء الاصطناعي قايم على فكرة اللغويات، تمام؟ يعني انبهرنا بشات جي بي تي، وانبهرنا بجيميناي، وانبهرنا بالحاجات دي كلها، ما دي كلها لغويات، كل دي حاجات تتواصل مع بعض، حاجات كده. فلو احنا لما كنا سمعوا كلامك ولغوا اللغة ولغوا الفلسفة ولغوا المنطق، ما كانش في كمبيوتر أصلا، تمام؟ لو احنا شايفين جغرافيا، ما ممكن اي حد تحتل بلدك وانت مش عارف، ازاي حد عاقل يطلب بإلغاء الجغرافيا؟ هي حاجة بتتدرس، تمام؟ هو لا وزارة التربية والتعليم لغت، فقال لك نلغي بقى احنا كل واحد، كل حاجة واحد مش عاجبه حاجة كان مادة بيسقط فيها يروح لغيها. الله المستعان.